السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الكم. هاي آخر محاضرة أنا بدي أحكيها إن شاء الله. طبعاً إحنا آخر شيء أخذنا الـ Documentation وأخذنا اللي هو الـ Homework رقم 10، يعني هو أهم شيء الـ Homework رقم 10. Chapter الـ Formalism كله رقم 3، يعني اختصرته ببعض الأمور المهمة اللي إحنا بدنا إياها. أشرت عليها المحاضرات، أشرت على المعادلات المهمة، أشرت على القوانين المهمة في الشابتر هذا رقم 3. تقدر ترجع أنت للفيديو وتشوف ما هي المواضيع المهمة والأمثلة والبروبلم المهمة. طبعا لن يكون هنالك صراحة سؤال إلا يعني إلا من ضمن هذه الفيديوهات اللي وليتها اللي عددها 35 فيديو. وكل الأسئلة راح تكون منها، راح يكون الموضوع البروبلم كمان منها، لن أتطرق إلى بروبلم آخر بنفس السياق بنفس الموضوع بهذه الطريقة. حبيت آخر إشي أني أحكي بمحاضرة اليوم، هي ملخص صراحة لكل إشي أخذناه، اللي هي شريدينجرز كات، اللي هي قطة شريدينجر. قطة شريدينجر يعني هاي طبعا عام 1935 تحدث عنها يعني شريدينجر لوصف الحالات الكمية. طبعا هو في كان اجتماع، صراحة الاجتماع هذا كان في كوبنهاجن في الدنمارك، اللي دعا له اللي هو العالم نيلز بور دنماركي. طبعا كان هو من المؤيدين للكم ونظريات الكم. طبعا دعا شريدينجر اللي وضع المعادلة، هايزنبرغ دعا، أيضا كمان علماء آخرين، بلانك دعا، كمان أيضا أينشتاين في هذا الموضوع. فصار هنالك خلاف في مفاهيم الكم ومفاهيم اللي هي الويف فانكشن أو الدالة الموجية، الويف فانكشن اللي هي بساي مفهومها وأصلها. فأجا حاول يقرب وجهة النظر اللي هو شريدينجر، فأجا عمل يعني زي حكي تجربة، وليس التجربة لما يعني هي تجربة خيالية، لم تقام هذه التجربة إطلاقا، لكن حاول يوضح تجربة الكم بشكل عام، مفاهيم الكم بتجربة اسمها اللي هي شريدينجر كات. طبعا هو بدي يحكي عن الدالة الموجية وعن موضوع إشي اسمه التراكب، تراكب الدالة الموجية. تراكب يعني بالإنجليش معناها superposition principle، إنه مثلا الإلكترون قبل أن نشاهده، طلع الجملة قبل أن نشاهده أو نرصده، قبل أن نرصده قبل أن نشاهده، هو له دالة موجية في جميع الأماكن، متواجد في جميع الأماكن، له دالة موجية تراكبية متراكبة من دالة الأمواج للطاقة والموقع والزخم والإنيرجي وكل شيء. يعني هي عبارة عن دالات موجية متراكبة، يعني كيف متراكبة، متداخلة مع بعضها البعض، موجودة في جميع الاحتمالات وموجودة في جميع الأماكن. لكن عندما ترصد الإلكترون، يعني تجربة معنى ترصد، عندما ترصد الإلكترون فإن مبدأ التراكب ينهار ويحدد موقع واحد فقط للإلكترون، وبقية المواقع التي كانت في الاحتمالات كلها تنهار، وبالتالي بساي فانكشن تنهار، سموها بساي فانكشن كولابس. إذا عند الرصد يختلف الوضع قبل الرصد. في الكم قبل أن ترصد الظاهرة هي في احتمالات واسعة وكبيرة. يعني أعطيك مثال، الإلكترون قبل أن أرصده هو متواجد في كل الأماكن الممكنة، ولا أستطيع أن أفضل هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان، فهو موجود في كل الأماكن الممكنة. لكن عندما أرصده فإنني سوف أحدد مكانه بالضبط. أي باختصار الحديث، الجسيمات تتصرف بطريقة مغايرة إذا لم تشاهدها، لكن لما تشاهدها فإنها تتصرف بطريقة طبيعية التي تعرفها، لكن قبل أن ترصدها فهي إلها طريقة عشوائية. يعني باختصار الحديث كمان أكثر وأكثر، مثلا الإلكترون ممكن يكون موجة، لكن عندما ترصده يتحول من موجة لجسيم، صح؟ يبدو على حقيقته. إحنا بنعرف الإلكترون عبارة عن جسيم، وفي تجارب كثيرة جدا تدل على أن الإلكترون عبارة عن جسيم،
لكن قبل أن ترصد هذا الإلكترون، لو شفت مثلا أنت يعني في تجربة معروفة اسمها الشقين، تجربة الشقين هاي موجودة، أنا يعني بقول فخلي كل الطلاب بشكل عام يفوتوا عليها تجربة الشقين في الكم، صح؟ هاي لو يطلع عليها كل الطلاب هاي شيء رائع جدا، وهي طبعا شوي فيهاش عدم، يعني فيها عدم منطق صراحة، إنه الإلكترون قبل أن نرصده هو عبارة عن موجة، لكن عندما ترصده ما يصبح جسيم. فبالتالي الكم غير فكرتنا عن الوصف الظاهري والوصف الحقيقي للكميات الفيزيائية والأنظمة كيف تتصرف. يعني كان عندنا بالناحية الكلاسيكية كان عندنا معلومات عن النظام قبل أن نرصده، كنا نتوقع أنه هكذا قبل أن نرصده، لكن هون لا، هون الآن مختلف، أنه يعني بتكون قبل الرصد إشي وعند الرصد إشي آخر. فأعطيك مثال على ذلك، شيلدينجر كات. شيلدينجر كات هذا يعني وصف هذا الموضوع، طبعا هذا رفضوا الحكي الكل اللي حكيته أنا، شايف؟ يعني حتى قال أينشتاين يعني إذا ما نظرت القمر، لكن إذا أردت أن أراه يجب أن يكون في الموقع الذي هو فيه، يعني عندما لا أنظر القمر أتمنى أن يكون في موقعه. شوف يعني شرودنجر، سوري، أينشتاين يعني رفض هذه الفكرة ورفض هذا التفسير. فحاول يوضح شرودنجر الأمر في عن طريق اللي هي تجربة مشهورة كل طلاب الفيزياء بشكل عام بيعرفوها، اللي هي قطة شرودنجر. قطة شرودنجر هي وضعها في صندوق، يعني تجربة خيالية طبعا مش واقعية، وهذا الصندوق فيه قصة، يعني قطة حية يعني بتعيش بالصندوق، وهذا الصندوق فيه مادة اليورانيوم. مادة اليورانيوم مادة مشعة، في عندك عداد الجنب إيش، عداد جايجر برصد الإشعاعات. طبعا اليورانيوم عملية الإشعاع تاعه عشوائية مش يعني منتظمة، يعني ممكن تشع، يعني ممكن تقعد ساعة اليورانيوم ما يشع، ممكن يشع وممكن إيش يقول، يعني قابل للاحتمالات. يعني هو يعني عملية الإشعاع ليست منتظمة، عملية إحصائية يعني صح له فترة نصف العمر، لكن فترة نصف العمر هذا اليورانيوم على فترة 4 مليار سنة راح تتحلل النص، بس ما بتقدر تأشر على هذه الذرة اللي راح تتحلل أو هذه راح تشع أو هذه أو هذه أو هذه، لا، لكن بالمجمل نص الكمية راح تتغير، هاي بسموها فترة نصف العمر. لكن طبعا كيف تتغير؟ تتحول لمادة ثانية عن طريق الإشعاع، بس بتقدر تعرف لمين الذرة اللي بتشع؟ لا، لا تستطيع، لأنه ذرات كثيرة جدا ومتشابهة، وبالتالي ما بنقدر نعرف هذه الذرة ولا هذه الذرة، وممكن ما يصير إشعاع خلال ساعة ساعتين ثلاث، لكن بعد 5 ساعات يبدأ الإشعاع يعني كثير، صح؟ فإذا عندنا قطة وعندنا يورانيوم، واليورانيوم ممكن يشع، صح؟ ممكن ما يشع، يعني ممكن تتحلل ذرة ممكن ما تتحلل ذرة. إذا تحللت الذرة طلعت وأصدرت إشعاع. الإشعاع مين برصدها؟ عداد جايجر، عداد هذا برصد الإشعاع، عداد يعني جهاز يرصد الإشعاع. فإذا رصد الإشعاع بطلع زي هيك نبضة، وهي النبضة كهربائية بتفصل سلك، السلك معناته موجود مع مين؟ مع مادة سامة. السامة هاي تقع بتنكسر، انكسرت المادة، يعني الزجاج اللي فيها المادة السامة اللي موجودة في الزجاج راح تنهار السم وين؟ على الأرض، وراح تيجي البسة أو القطة تأكل السم وتموت، وفي احتمال إنه ما يصير في تحلل، صح؟ إذا في احتمالين صارت، الاحتمال الأول إنه القطة تموت تأكل السم عند تحلل الإشعاع، والاحتمال الثاني إنه ما يصير في إشعاع، ما يصير في ديكي وتضلها عايشة. سكرنا الصندوق لمدة ساعة. بقول لك أينشتاين شريدنجر بقول لك القطة حسب الكم هي ميتة وحية، مش أو وحية في آن واحد، لأنه مبدأ التراكب هي جميع الاحتمالات واردة. بقول لك هي يعني زي بساي، حية زائد ميتة، زي هون كاتبين لك، تطلع هون بساي هاي مبدأ التراكب، بساي ألايف يعني القطة عايشة زائد بسايدد، صح؟ شوف زائد يعني تراكب. طبعا هذا واحد بيقول لي منين واحد زائد اثنين، هذا عطى عشان نورماليزيشن،
دائما النورماليزيشن لما يكون عندك حالتين A تربيع زائد B تربيع تساوي واحد، طبعا ايش بيطلع النورماليزيشن؟ واحد على جذر اثنين، اي حالتين دائما واحد على جذر اثنين. الكترون في حاله سبين اب وسبين داون، يعني سبين الى الاعلى او سبين الى الاسفل، طبعا في حالات تراكم ممكن يكون الالكترون في حاله سبين اب وسبين داون في نفس الوقت، انا ما بعرف قبل الرصد، لكن لما ارصده يا بيطلع سبين اب او سبين داون. فلو بدي اجي اعمل بساي فانكشن لها تراكب للالكترون سبين اب وسبين اب، راح يطلع كمان عندي واحد على جذر اثنين. هون نفس القصه، اعتبر انه القطه عايشه والقطه ايش ميته، يعني زي سبين اب وسبين داون نفس الشيء، واحد على جذر اثنين. الان عند فتح الصندوق، اذا قبل اول شيء قبل فتح الصندوق القطه عايشه وميته في نفس الوقت بالنسبه لي قبل ان ارصدها، مش او و يعني مع بعض، يعني سوبر بوزيشن برينسيبل، يعني ايش عمالي وتراكب امواج، يعني زي موجه تمثل القطه العايشه عباره عن داله موجيه صح، والقطه ميته تمثل ايضا داله موجيه، فهي داله موجيه للقطه عايشه زائد الداله الموجيه لمين؟ للقطه ميته، مع بعض بجمعهم جمع، هذا بسموه اللي هو تراكب الامواج. الان عند فتح الصندوق خلص صار اكسبيرمنت، عند فتح الصندوق سوف ارى ان القطه اما عايشه او ميته. عايشه اذا ايش؟ لم يحدث تحلل اليورانيوم، وبالتالي اعداد جايجر لم يرصد اي نوع من الاشعاع، وبالتالي لم يصدر اي نوع من البالسس، وبالتالي لم تطرق المطرقه او ما الى ذلك لصندوق اللي هو السم، ولا يسيل السم، وبالتالي ايش؟ الامور تمام وبالنسبه له القطة عايشة. طبعا احنا تركنا الصندوق لمدة ساعة، هو هيك بقول شيدنجر في القصة. لكن اما بتكون ميتة، ميتة متى؟ في حالة انه صار اشعاع لليورانيوم وصدر اشعاع وصدر تحلل، رصد عداد جايجر هذا الاشعاع واصدر اللي هي بالسز او اللي هي نبضة كهربائية، والنبضة الكهربائية كسرت الزجاجة، وانكسرت الزجاجة التي فيها سم واكلت القطة هذا السم وتوفيت او ماتت. هذه الحالة طبعا كانت مدهشة، ما وافق عليها مين؟ أينشتاين، وما وافق عليها بعض العلماء بشكل عام، بسبب انه هاي الظاهرة، يعني بقول لك انه انت بتحدث عن مين؟ عن قطة، وقطة عبارة عن جسم كبير، وانتو حكيتونا انه بالكم بالكوانتم، الكوانتم تدرس الحالات الصغيرة، الجسيمات الصغيرة، الكترون بروتون نيوترون. فطبعا هون يعني اجى فسر، قال لك ان القصه مش قصه قطه، قصه ذره تتحلل ولا ما بتتحلل، لكن ايش؟ الذره مرتبطه اذا تحللت مع موت القطه، واذا لم تتحلل مع انها القطه تعيش، هكذا بهذه الطريقه وبهذه الصوره. اذا الارتباط اجى وليست من القطه مايكروسكوبيك فيزيكس، وانما اجى من المايكرو في الذرات. طبعا هذا رصد على ذلك على ايش؟ وجود الاكوان المتوازنه. بنصحكم انا طلاب انه من هذه التجربه بتقدر انك تعرف انه الانسان ظهرت قضيه الاكوان المتوازيه، انه في عندنا كون وكون اخر، وظهر شيء اسمه عندنا التشابك الكمي. فبنصح الطلاب انهم يقراوا بشكل عام، انا يعني فوتوا على جوجل وفوتوا على هذا، يكتب عن التشابك الكمي ويقرأ عنه هيك رائع جدا، ويقرأ عن الأكوان المتوازية. كل الأكوان المتوازية أو التشابك الكمي يعني هم بيجوا من هذه التجربة أو من هذا التخيل، خلينا نقول ليس تجربة حقيقية وإنما تجربة خيالية لمعادلة قطة شريدنجر، اللي هي مبدأ التراكب، مبدأ التراكب للحالة قبل رصدها، لكن عند رصدها ما صارت بصاية تساوي زيرو، صارت إما لايف وإما ديد، ما صار عندنا لا تراكب ولا ما يحزنون. هذا متى؟ بعد الرصد. هذه الفكرة بشكل عام منطبقة مش بس على القط على تجربة قطة شيدنجر، وإنما مرتبطة على كل الجسيمات التي تعالج بشكل كمي. وطبعا أنا بختم المرة هاي، ونختم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع، والمرة القادمة إن شاء الله رح نأخذ زوم ونتعرف على بعض المسائل بإذن الله تعالى. السلام عليكم.